السيدة السادة، أسعد الله مساءكم بكل خير. إليكم موجز لأهم الأنباء من قناة جنة الجن الإخبارية. انفجار عنيف يهز حدود اللوجع الدولي، راح ضحية العشرات من الأباليس بين قتيل وجريح. من جانب آخر، أعربت لعنة الملعونة عن ارتياحها جراء الانفجار، وقالت أنها مستعدة لتزويد أبطال الانفجار بالسحر والشعوذة حتى هلاك جميع أطراف النزاع. أطلق السادة اللعينة مبادرة خطيرة من نوعها، وهي تشكيل لجنة مكونة من مراعين ومشعوذين ومجانين برئاسة أم الصعاصع حتى تحقيق الدكاك بين